لبس الإسلام أبراد السوادي يوم أردى المرتضى سيف المرادي ليلة ما أصبحت إلا وقيد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انخفض آيات أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد إن تقوض خيم الدين فقدت خير دعام وعماد ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد ببيت الله قد جد له ساجدا يا والي ينشاج من خوف المعادي أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي قد لعمري منذ مات المرتضى فجع الدين بدهيا نادي قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء الله الله أبو حسين وزادي سلب عينيه الدجا هل جفتا عن بكا أو ذاقتا طعم الرقادي وسل الصبح وسل الأنجوم هل أبصرنه ليلتين مضجعا فوق الوساد وسل الصبح أهل صادفه مل من نوح مذيب للجماد إلى أن قال سيد جعفر رحمة الله عليه عاقر الناقة مع شقوته ليس بالأشقى من الرجس المرادي فلقاياد عمم بالسيف فتان عم خلق الله طرا بالأيادي الحزن بالكوفة يا بويا وعيد بالشاة إذا راحت الركبان لهم ودت على يسوي يا بويا العيد
قبل العيد بيا ناس بفرح وسرور واحنا اللام حزني ولا عيد الفطر ما هو مبارك والضحية أبدا ولا دنياتنا بعدك هنية أقبل علينا العيد وإحنا فيه عزية الناس بفرح وسرور وإحنا اللي بحزنين.